هكذا بدت الأجواء في الحفل الموسيقي للأوركسترا الوطنية الذي أقامته منظمة طلائع البعث بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد في قصر العظم بدمشق. ركزنا في هذه الاحتفالية على إحياء التراث وعلى توارث هذا التراث يعني عبر الأجيال. طبعا ما شاهدناه الآن يعني يثلج القلب ويثلج الصدر، لأنهم استلموا هذه الراية بأمانة وباقتدار، وأنهم ماضون في الحفاظ على هذا التراث الأصيل العريق الذي يعني تتصف به وتتسم به سوريا عموما وحلب ودمشق خصوصا. أردنا أن يكون هذا الحفل في مكان تراثي قصر العظم، وبالتالي ربط هذا الطفل بالتراث، وهذه مسألة من مسائل ثقافة المواطن للطفل والاعتزاز بتراث أجداد. بالتالي لاحظنا كيف أن الصور قد التقطت من كل مكان لهؤلاء الأطفال في هذا المكان التراثي. النقطة الثانية أيضا تحفيز وتعزيز هؤلاء الأطفال وهذه المواهب من خلال هذا الحفل الفني التراثي. النقطة الثالثة أيضا أننا أنعشنا من جديد التراث، وهذه مسألة مهمة جدا ضمن الأيقونة السورية للتراث العربي السوري بشكل خاص. نحن منعود الأطفال السورية على الحفاظ على الموروث الشعبي والتراث الشعبي، مثل ما شفت غنينا أغاني من المحافظات السورية والتراث الشعبي، وبالإضافة إلى المادة الموسيقية الحلوة مثل السماعي واللونجا وشات كتير، وهن هدول الأطفال موهوبين، هن الأطفال منظمة طلائع البعث. الحفل تضمن أغاني تراثية وقدودا وموشحات حلبية في رسالة للمجتمع للحفاظ على التراث والفلكلور الشعبي. حفلتنا اليوم بقصر العظم مكان جدا جدا له يعني صفة تاريخية عظيمة. قدروا 100 طفل هن جزء من الأوركسترا الوطنية، قدرنا نعمل حفل نقدم فيه مباقة من الأغاني السورية والموشحات والأدوار والأغاني العربية بجهود أطفال وأساتذة مساعدين، بوجه لهم كل الشكر. ثلاثمائة طفل بين عازف ومغن من مختلف المحافظات جاءوا للمشاركة في الحفل الذي يساهم في تمسك الجيل الجديد بالتراث والحفاظ على ثقافته.